مع بدء العملية التركية ضد الأكراد شمال سوريا، يعاد فتح ملف خلية الإعدامات في داعش البيتلز. اثنان من أخطر عناصر التنظيم أصبحا في عهدة الأمريكيين ونقلا إلى خارج البلاد بعد أن كانا معتقلين لدى الأكراد وفق الرئيس دونالد ترامب. هذان هما ألكساندر كوتي والشافعي الشيخ، كانا عضوين في البيتلز المسؤولة عن قتل وذبح حوالي 27 أسيراً، بينهم 4 صحفيين ومصوران أمريكيان منهم جيمس فولي. هذه الخلية ضاع صيتها خلال سنوات سطوة داعش في سوريا، وعرفت بوحشيتها لا سيما لجهة تعذيب السجناء، علاوة على تفنن أعضائها بقطع رؤوس رهائنهم. ورغم أن الجانب الأمريكي اكتفى بالإعلان عن احتجاز المتشددين في مكان آمن ولم يخط في تفاصيل أخرى، تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن إمكانية نقلهما إلى العراق. الشافعي الشيخ أحد المحتجزين، وفي مقابلة مع قناة آي تي في البريطانية قال إنه كان ينوي العودة إلى المملكة المتحدة، مشيراً إلى أنه لم يرتكب أي جريمة في الولايات المتحدة وعليه سيدافع عن نفسه قدر المستطاع. بنظرة إلى تاريخه الإجرامي، سافر الشافعي إلى سوريا عام 2012 والتحق أولاً بصفوف جبهة النصرة قبل أن ينتقل إلى داعش، وخلال عمله مع التنظيم كسجان اشتهر بتفننه بعمليات صلب المساجين وإيهامهم بالغرق وإعدامهم لاحقاً. وبحسب إحصاءات وحدات حماية الشعب الكردية أكتوبر 2018، قدر عدد معتقلي داعش بنحو 900 عنصر يتحدرون من أكثر من 40 دولة. إلين يوسف، العربية.